موسيقتنا جولد على إكسبرس اف ام. زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس متواصلين حتى الأربعة متاع الشيء. ضيفنا اليوم مراد الزغيدي الإعلامي الرياضي. كنا نحكي على الأحد الرياضي. مراد هذي حبيت تضيف حاجة قلت على المونديال على الكوب دي موند. ليه خاطر وقتها بصراحة أنت تو تحكي لي قبليك على العلاقة مع رئيس الجامعة وأنا تقلقت برشا واستأت معناه من الكلام اللي تقال في 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 كأس العالم هذيك ولا بعد كأس العالم هذيك كم كوا معناها استعملوا هالكلمة اللي انت استعملتها واللي نرفضها تماما ونعتبرها حتى غير مقبولة وفيها تجريح من تبييض معناها كان منظمة جرمية الجامعة يا اخويا عطيونا خلي نمشيو نشكيو بها دونك تبييض معناها لرئيس الجامعة كما قلت قبليك خاطر ناس حبت الدم يسيل. انا نعتبر بكل موضوعية وانتقدته 50 مرة رئيس الجامعة لكن نعتبر في كأس العالم شو مشلوم عليه رئيس الجامعة في كأس العالم 2018 اختيار المدرب لا لأنه احنا ذكروا مليح قبل كأس العالم وقت عملنا تعادل في البرتغال وخسرنا بيش مع اسبانيا في دقيقة 90 كنا نقولوا نبيل معلول احسن ما فما الظروف نتاع الإقامة باديوتو ناس كل يمشيت رات لي الليكيب ناسيونال خدمت في ظروف طيبة ممكن حتى خير من ظروف أندية أخرى ما صارتش مشاكل نتاع بريمات نتاع ملاعبية هذيك اش مطلوب من رئيس الجامعة ما صارتش مشاكل نتاع بريمات معنى هذيك شو مش تلوم مش تلوموا على ال 23 شكون العبقري الكبير اللاعب الفلتة اللي ما جاش معنى للمنتخب قتلوا عيب وحيد نلومه ونعتبره في هذاك أخطأ هو الأخطاء متاع الإطار الطبي لأنه الإطار الطبي في كأس العالم ما قامش بالمهمة حسب رأي المناطق من تجربة الأخرى في تونس مع الأحد الرياضي التجربة في التاسعة كيفاش تقيمها قلوا بالمو والله التجربة في التاسعة أنت تعرف عاد كنت معانا كنت نجم تكون أقوى منها كيك أنا أهم حاجة في التاسعة ما كانش البرامج التولك شوب وكنا عملنا برنامج معني قعدت حتى التوى التاسعة فوت لي بدولي ماشي مليح وقتها كنت تجربة مع رفيق بوشنيق أنا الحاجة الوحيدة اللي حتى التوى كنت مازلت ندم عليها اللي ما تخدمتش كيف ما يلزم هو أنه التاسعة وفيت عامتها نحكي على السيزون 2015-2016 خذيت حقوق البث نتاع البطولة الوطنية وما استغلتهاش على أحسن ما يرام لأنه كانت لو كان تم استغلالها على أحسن ما يرام كانت تكون الانطلاقة للقناة وراي التجربة تواصل لكني صارت معناها وقتها في إطار لخبطة مالية وإدارية خليت وأنه ما استغلناهوش البرودوي هذا وفي هذا نعيب برشا على الناس اللي كانت موجودة في الإدارة بتاع التاسعة معنا الإدارة الفنية وإدارة الإنتاج اللي تصرفت مع الملف هذايا معناها بصفة غير احترافية أنا كنت برشا مشاكل صاروا في البث برشا مشاكل وأنا معناها كانت تجربة مريرة بالنسبة لي لأنه أنا كنت الواجهة لأنه أنا كنت مسؤول على الرياضة وكنت نحكي مع الجامعة ونحكي مع الأمن ونحكي مع الأندية ولكن معناها كانت على العموم الجوانح كانت مكسرة لأنه ما كانتش عندي الإدارة المالية بتاع الأمور دونك كانت لخبطة تنظيمية ولخبطة مالية اللي بصراحة قعدت لي هذيك قلت كنا نجموا نعملوا مخير برشا ما زالت العلاقة متواترة معاهم مع التاسعة نجم نقولها ماهوش سر معناها انا عندي قضية ضد التاسعة والله امام القضاء نتصور انه منها لاخر سيف طويلتا ما عادي هو القضاء في تونس بطيء على العموم انا الإدارة وقتها انا خدمت كان وقتها معز بن غربية هو معنى الفيزافي تو تبدلت شوية الإدارة ولكن على العموم معنى علاقة معز بن غربية علاقتك معاه كيفاش تو مازلت متوترة شوية ولا باش ما ثماش علاقة حتى علاقة جمل خير ارتحنا علاش علاقة كبيرة كانت بيناتكم كوميا كل علاقة تبدأ وتنتهي لا لأنه يعني قلت لك فما قضية معنى فمعنى هذه ناس اللي ما احترمتش العقود وما ما احترمتش الالتزام التعاقدي ما نقبلهاش معناها الحكاية انا ما عنديش عاطفة في هو علاقة مهنية هي علاقة شخصية وعلاقة مهنية لكن لما العلاقة المهنية ما يتمش فيها احترام العقود واحترام الالتزامات وخلي نقوله حتى الحد الأدنى من التعامل المهني والإنساني أنا تو قدام قضاء وإن شاء الله فما حتى كونتاكت بيناتكم من وقتها لا مش برغبة مني لا ما كانش برغبة مني لكن في وقت من الأوقات وقت يكون تصرف الإنساني
ودلام التعاقدي والالتزامات هذيك موجودة من قضاء، لكن لما يكون تصرف الإنساني من مستوى معين ولي تهرب ونستهرب ونسمعش تستليفون أنا موجه ولي شنو رأيك في القدم فيه في كارتاج بلوستا صحفيا؟ طيب لا من مستوى محترم بي نجيو للسكوب اللي قلتك باش تعطيه لي كيفاش تتعب برشا بالحق والله تتعب يعني في بالي علاقه هكا شخصيه بيناتنا وباش نستغل نفوذي معاك باش نعطيك سكوب او مش سكوب الجمعيه الوحيده ما تقوليش في العالم في العالم الناس كل تعرف اللي تحب اليوفي لا نجم نعطيك اسم الجمعيه الوحيده اللي لعبت لبست ماريولا واللي نكن لها عطف واللي قد تكون هذيك جمعيتي قد تكون هذيك جمعيتي هذيك النجم نقولك عليها ما اي اللي هي شكون هي جمعية تبس الأحمر والأخضر هنا من أقدم الجمعيات ملعب التونسي النجم نقوله فريق مفضل ملعب التونسي هو يقال ديما إنه كلوبيست ولا شفت أرجيف برشا أرفيك نيوز قد يكون لا والله العظيم يا إسلام في هالعوام الكل عمري ما عطيت هالجمعية ما هيش خبر بشي غير مسار الإنسانية ولا مسار المجتمع في تونس دونك خذيت عهد على نفسي أني عمري ما نعطيه ولكن ولكن وجود بكل تواضع بطبيعة الحال وجود شكوك والناس اللي اليوم زلت تسألني يبدو لي دليل وأني كنت موضوعي لأنه أون جنرال تقريبا 95% من زملاء الوجوه الإعلامية تعرف أنت ما قيتهم أنا ارتأيت على نفسي وقطعت هذا على نفسي أني عمري منعتي انتماء اللي هو ما هوش انتماء خاطر دو توت فاسون بصراحة بكل صراحة حتى الجمعية اللي نحبها كي نفرج فيها اليوم مع النجم نفرح تصدقني ونقولها مش كليشي ومش كلام بدوره ماتش كوب دافريك نفرح الكل طول كلوب تونيزيان بدون حتى استثناء اللي يبرزوا الكل ما تنساوش كي تكشفها اليوم معناها باش يمس مصداقيتك بعد كراهية هذه الكل ولا فك علينا هاي نتعدي السؤال اللي بعد بي سليم شيبوب شنو اصل خلافه معاه الديكلاراسيون اللي عملتها من قبل انا راهو الموضوع هذا ماذا بيا سليم ما عادش نحكي فيه لانه فيه وما معناها ما عنديش اليوم ما عندي ما اضيف على هذا الموضوع موضوع كان في الماضي بي هل صحيح انه بعثتك قبل شكون اعتدى عليك شوف هو في القانون فما ما يسمى بالتقادم البريسكريبسيون الحادثه صارت عام 99 دونك توا أغلقنا العشرين سنة صحيح معناها العشرين سنة دونك الحادثة هذه مش تعلي روح ما عادش حب نحكي فيها ما عنديش ما يثبت أنه بعث ما عنديش ما يثبت أنه ما بعثش دونك أنا توا نعتبر أنه الحادثة هذيك وفيت بعد عشرين سنة نورمال ما عادش معناها تسكر دوسي على جميع المستويات العباد التو تحكي على الخلاف نتاعك والفيديو نتاعك في اليوتيوب مع أنت تحكي على سليم شيبوب التو معناها هذاك لا علاقة بالاعتداء عمري انا راني مانيش انسان انطباعي ومانيش انسان عاطفي على العموم ما انسان عاطفي في حاجات اخرى ما مش في الخدمه ولا حتى في التحليل الظواهر الاجتماعيه اللي قلته وقتها في الميسيون هذيك في التونسيه وقتها مع كان تحليل لظاهرة داير هي خرج من الكونتكست نتاعو الاكستري اللي دار على اليوتيوب وشافوه 100,000 وردوني انا عدو سليم شيبوب ما شافوش الاكستري اللي قبل اللي كان ضد منصف المرزوقي وقت كتب الكتاب الاسود وقلت انه من تذكروا الكتاب الاسود كتب في 2013 قلت من السذاجه باش ما نقولش كلمه اخرى وانه تعمل كتاب اسود تشهر فيه بجمعيه على حساب جمعيه كاني ترجي بركه مده عوام هي اللي وقفت مع بن علي ولا هي اللي قفت بن علي جمعيه تونس الكل دون استثناء هو شد في الترجي والمستين فهمتش علاش دونك قعدت نوضح لي هذه كلام فاضي وما عنده حتى معنى والترجي ما دفعش على بن علي اكثر من اقل من الافريقي ولا من الديسفيقسي هذا كذب في كذب الناس شدت في اكسري اخر خاطر وقتها في البلاتو باش نستعمل توا كلمتك المفضله اللي هي كلمه تبييض وقتها شويه بركه لا ردينا باش نبيضوا سيمشي بو انا قلت انا ضد تبييضه قلت اكثر من هكا قلت مرتشي رمز الفساد هذاك كان فالابل في فتره معينه سليم شيبوب خرج من الكره التونسيه من 2004 من 2004 يا اخي سامحني هاني انا تو في فير لافوكا دو دياب ونقولها ونعاود نقول يا اخي سامحني يشبي بعد 2004 الترجي قاعد يهز خلينا نحكي على الفتره ما ندمت شويه في الكلام هذاك ولا لا 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 باديتو في الفتره اللي كان فيها هو موجود وبطبيعه الحال كان هو من الناس اللي أسوا المنظومة في تونس
ما تليقش بكرة القدم التونسية، ومنظومة ما كانوش فيها أخلاق وما كانش فيها احترام للقانون. هذا ما عمري ما نبدل في ذلك، ولكن ليس الوحيد. فما إثباتات معناها كلام اللي قلته معناها وقتها ولا بيان سور؟ فما إثباتات بيان سور، نعرفوا اللي فما قضايا، ونعرفوا اللي رينا حاجات. يا خشون يا أخي ملك نتكلموا هكا في الفارغة توت فاسنج، نقول لك باش يجي وقت والموضوع هذا باش يتحل. دونك وقتها تو وقت يتحل ماهوش باش نكلمك بعد ولا ليه؟ ليه معنيش حتى اتصال؟ كيف حتى هو ما فهمش اتصال معايا؟ لا هو عمر ولا هو راه كي تجي تشوف فتره في الفترات ما كناش ما نتكلموش ولا ما نحكيوش. بعد تطورت الامور بطريقه معينه اللي صارت قنوات الاتصال فيها غير ممكنه ومشي على روحه. سي مش ما لا هو باش ينقص منه حاجه كي ما يكلمنيش، ولا انا باش ينقص مني حاجه كي ما نكلموش، لا هو ولا غيره. ده تعرفت مع عائلتك المضايقات من بن علي ونظام تاعو قبل، خصوصا كما قلنا قبليك الوالد الله يرحمه كان من المناضلين، شنو قعدك في مخك فما حاجة؟ والله يا اسلام شوف، البلاد من 2011 تلمو طلعوا فيها ناس اللي قالوا وانهم تعرضوا للمضايقات وانهم ابطال وانهم مستهدين. خلينا فيك انت انا انزع على نفسي كل دور بطولة، ما عندي حتى دور بطولة قبل بن علي. مش بطولة سار ولا ما سارش؟ ليه انا عائلتي مش نقول عائلتي بسببي انا تعرضت المضايقة وقت كان الخلاف مع الترجي ولا مع سليم شيبوب؟ لا نكذب. وحتى نمشي معاك الابعد، انا بابا كان نائب رئيس رابطة تونسية لحقوق الانسان، مش نقول لك تعرضنا للمضايقات معناها خليتنا ما عادش نجمو نعيش ولا ما عادش نجمو نتنفسو؟ ماهوش صحيح. انا بابا وقت بن علي عام 96 مشى يتكلم في كونفرنس في بروكسل، وقتها انتقد السياسه الاقتصاديه نتاع البلاد. كي روح خذيته الداخليه وبكل لطف، سيفري عدى 3 ايام في الحبس بالزهر تحت في الفواياج دو نوس نتاعي. دونك الفواياج دو نوس وقتها تعدى ما نحكي لكش فيها، ما ظروف وقتها فماش بورتابل وكل. اما بصراحه لا عندنا لا تشفي ولا انتقام، اما انا محاسب مش على احنا شخصيا معني، اما انا محاسب. انا مانيش ما عندي حتى حنين لا لنظام بن علي ولا لنظام بورقيبه، ولكن ما عندي حتى انتقام لا من هذا ولا من ذاك. انت قلت ما تسالني السؤال هذا، باش نسالك انا كمان عندي محاضر مجموعه من الاسئله اللي تحب ما تجاوبش عليه ما تجاوبش. مسيتش سميك مجموعه من المناشطين تعطيني كل واحد فيهم رايك فيه. رايك شنو؟ واش تحبني نقول رايك كاعلامي؟ رايك في الماده اللي قدم فيها بيان سور؟ كان انت ما تحكمش كل يحكم لا ما نجمش احكم، خاطر انا دون سيرتين فاسون كونكورون لي، دونك مانيش التحليل ماهوش موضوعي. ما برك نبداو رازي قنزوعي. رازي مش كيف خاطر رازي قاعد نخدمه فرد فريق، دونك انا رازي معناها نحترمه، خاطر هو بريتو اللي رجعني شويه في الحد الرياضي، معناها هو زاد الكلنا رابحين بيسير مش يسوي عيني. هو عيط لي في الحد الرياضي، ما رازي عنده قدره ديما على لم الخلافات صلب الفريق، اللي هي حاجه ماهيش سهله. تاقلم كيما يلزم معناها مع في الاذاعه في الجو تاع التلفزه الوطنيه. دونك لا علاقتنا ساعات هكا، حتى كي هكا ينزل عليه ولا ننزل عليه في اللونتين نروحوا ديما كرهبنا ديما مقاريه بحدا بعضنا ونسلكوها على العموم. معز بن غربي لا تعليق لا علاقة. مقدم بالمكشوف شكل كنزه ما تبعوش بصراحه ما نعرفه ما نتفرج فيها ما عنديش فكره. باهي مقدم التاسعه فوت عادل بوهلين. والله بون هي التاسعه خذت حقوق البث، دونك عندها برنامج يشبه برشا اللي كنا عملناه وقتنا كنت في التاسعه. يظهر لي خدموا برشا على كونسلتون، معناها جابوا تقريبا ممثل على كل فريق. قاعدين يخدموا في خدمه محترمه على العموم، ما عنديش شو نقول حاجه. صاحبي بكر سبورت وينست يظهر لي تفرجت مره ولا اثنين، وخاطر يظهر لي تهجم برشا على حد رياضي وقتها هو، دونك ديكو وليت هو تهجم على الناس الكل. يبدو لي انا راهو برنامج يكون فيه مبالغه في كل شيء عموما نصنفه ما نتفرجش فيه، دونك ما عندي ما نقول عليه بصراحه. ربي يهديه ما عليك ما مره معناها قال كلام، قلت لك في برنامج لحد رياضي استعمل هالكلام تاع التبييض كل ولو خرجني منه معناه. قال لي بار مراد صغير وما عرف شنو هذيك تفرجت فيها، خاطر برشا قالوا لي تفرج راهو
بسميه ما هيش البرامج الرياضية اللي أنا أسمع كده عندي شوية وقت دبور نسمع برشا راديو ممكن نسمعكم أنتم ما تسمع يفهم نسمع وحتى في تلزك عندي شوية وقت تلمو عندي حاجة تفرش فيهم أو شوية فرنسا أو شوية إيطاليا أو شوية إسبانيا أو شوية الخليج كو فرانشمو في تلزة في تلزة ما نتفرش شيء بين كمالك اسمنا خير ماقيني في الأجوبة الدبلوماسية ما خذيت منك شيء اليوم وليد كريفيل زيتونا سبور لا هذا فريمون ما نعرفوش لا فريمون ما نعرفوش باش زمانك كذا اسماء عملوا دي باساج هكا صغار وما عادش نبدا مع صديقك في الرفماك رفيق بوشناق لا رفيق سان غران بروفيسيونيل فرانشمون معني نقولها بصراحه هذا صاحبك تحكي لا 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 لا, لا والله لا دبر رفيق تحكي تحكي اذاعيا ولا تلفزيا اذا تلفزيا تلفزيا عاش تجربه صعيبه ودخل في ظروف صعيبه انا نعتبره انه على العموم ما قصرش في الخدمه اللي خدمها بعد ما يتتوش فرصه باش يعاود سيزون ثاني هذه المشكله في تونس هو راهو ديما في السيزون الثانيه والثالثه بار كونتر اذاعيا سي تان تري غران بروفيسيونيل فريمون هذا نقولوا ما هاك تشوف مانيش نقول فيها على العباد الكل بصراحه انا بيدي معناها نجم نقول انه قاعد تعلم منه في حاجات في الاذاعه دونك شوف اصعب حاجه راهي الدوام كي تعمل 5 سنين نفس الكونسيبت اللي هو رف ماك وينجح ونجح في اكسبريس لا لا بالطبيعة فهمت وينجح كيف ما وسيم صباح ونية اصعب حاجة هي انك مش تعمل سيزون واحد سنين وثلاثة واربعة وقتها وين فريمون تكون الرأي العام تحية لرفيق بوشنيق حيدر الشيرني عمل دي باساج هذا خدم معاك حيدر والله حيدر نحبه انسانيا معنا نحترمه انسانيا وحتى مهنيا ستان بون بروفيسيونيل حيدر جاء في بيريود صعيبة وقتها صارت العركة بين معز بن الغربية وسليم ريحي ومن بعد هو بيدو لعدة أسباب وعوضته ذي 2014 بعد عمل تجربة في التاسعة معتبرها تجربة محترمة على العموم يلزمه يستغل أكثر الكوتي بوغوس متاعه وديم أما يقعد زيادة البعد الصحفي كاسة عنده في تيتر الإكيليبر ذاك يلزم يلقاه مهدي عبيد مهدي بوم انا ما خدمتش بتعاملش برشا معاه مهدي عبيد اما يظهر لي شفته خدم حاجه في عامل في ام تونيزي ما تفرجش برشا ما يظهر لي اذاعيا بي اون بلوس يظهر لي لي بوليفالون خاطر خدم حتى خارج معني ما خدمش في السبور بركه دونك لا عنده لا كان سبور خدم يظهر لي مع عايده عرب اي ليميسيون يمكن عنده حاجه اخرى خلي تو نثبت خلينا نسكر الموضوع زين نحلوا موضوع المنتخب انا راني قلت لك من الاول قلت راني ما نحبش نحكي عليك كوليك كيفاش تشوف حظوظنا في الكان ان شاء الله الهدف من دون ادنى شك يلزم يكون ديرني كاري في الاربعه الاخرين عندنا الامكانيات احنا ابريتو من 5 بلدان اللي ترشحوا كاس العالم عندنا فريق على عكس فرق اخرى فريق فيه تواصل معناه تقريبا نفس المجموعه تقريبا من عامين ونص ثلاثة قاعدة تخدم مراش عليش الفريق ذي ما عندوش القدرة أنه يربح الماتشات الكبيرة ويوصل للدور نصف نهائي ولو القرعة صعيبة الغيابات بن عمر بن عبدية راجع من إصابة كيما ساسي تاو مصاب بن يوسف راجع من إصابة ما عندوش برشا ماتشات بن مصطفى كيف يوسف المساكني كيف ينجم يقلقنا شوية هذا شوية لكن مش برشا أنا بالنسبة لي أكثر غياب يقلقني هو مين بن عمر لانه انا قلت وقتها قالوا لي علاش تقول هكا قلت على الاتوال نجم نقول بريسك نفس الحاجه في المنتخب الاتوال بلاش بنعمر اكيب ليكيب ناسيونال وقت يبدا بنعمر في تومكو في فورمتو اكيب بلاش بيه اكيب دونك هذاك هو الغياب الوحيد اللي قلقني فرجاني سيسي ما لعبنا بلاش فرجاني سيسي ثم انه فرجاني سيسي ما نحبش نظلم ولكن جاته الفرصه باش يكون لو باترون في 2018 ما استغلهاش على جميع المستويات في صلب الفريق في المعاملات وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الميداني على التيران نحب ناخذ من عندك قائمه مراد الزغيدي 23 مليون توا هذه حق قلت لي عاد لازم تعطيني مسيرة هذه اللي فماش فيهم برشا اختلاف ثلاثه قرقانات قائمه الباس بون انا بالنسبه لي فاروق بن مصطفى يلزم تكون كاس افريقيا هذه كاس تاكيد بالنسبه لي انا راى انه من الحراس اللي ما جاتوش الفرصه نتاعو بون يبدو لي انه معز رجع الشريفيه كسب اشواط اي جارديان فيث معز احسن تو يظهر لي
مش يلعب مصاب وما رجعش مليح و... اما الاقرب انه هو يكون موجود هو يحب يهزوه جارديان ثالث حسب المعلومات اللي عندي. انا مانيش انا اشوف من دعاة انه اللي يمشي لازم يكون 100% وان شاء الله. تو انت حكيت لي على 23 شوف نتمنى حاجه واحده انه تكون عندنا قناعه المره هذه وفي هذه ننتقد وقتها رئيس الجامعه يلزم تكون عندنا فلسفه واضحه على المستوى البدني والطبي. ما نمشي نلعب الا اذا كان انا 100% ما عندنا حتى ملاعبي في ليكيب ناسيونال اليوم اذا كانوا ماهوش 100% يستحق انه يكون في الفريق القومي. لا عندنا لا ميسي لا رونالدو لا ديبالا لا لا فيرمينو لا صلاح لا ساني. مولاد مازال عندي برشا اسئله ودرج مازال نحب في حب اسامي. قلت لي 23 زوج كمان زوج مدافعين على اليمين. زوج مدافعين على اليمين بوم نجم نحط فيهم ديلان برون اذا كان مش يلعب على اليمين يبدو لي وسام الحديدي على اليسار على وسام ونزيدو بن محمد بون اسكو اسكو هو تو الاشكال على اليسار اكثر منه على اليمين نسهلوها اسكو نهزو وسام بن محمد بن محمد ومعلول صعيبه ظهر لي هكا اعطيني تشكيل نتاع المنتخب تشوفها 11 تشكيله نتاع المنتخب باش نبدا من القدام لانه نعتبر غاديكا هي الضرب الصحيح. انا نقعد مقتنع انه وهبي الخزري يلزم قلب هجوم ثاني معاه باهي دونك نقول وهبي ومعاه الخنيسي باهي هذوما زوز بدري مراش كيفاش نجمو نلعبو بلاش بيه واذا كان باش نلعبو انت كيفاش تحب تلعب خاطر 4 2 3 ولا 4 ولا 4 2 1 انا نقعد نمن اذا كان يرجع ما نعرفش حالته البدنيه بحق ما نعرفش انه بن يوسف نجم يصلح يقعد ان جوار اللي عنده دي كاركتيرستيك اللي يصلحوا ويظهر لي في الوسط على العموم ماشيين فورمول فيها السخيري والشعليلي نتصور لانه اذا كان فرجاني سيسي مش في فورما ما نتصورش على انجيريس بشي خوريس كبير واحد اخر في الوسط ولا هذوما ستة تو ثالث لا ولا كهو لا كهو عاد قلت الخزري اي لا انا قلت الخزري والخنيسي راهو اربع مدافعين ان شاء الله يرجع ان شاء الله يرجع طايسين في الوقت المناسب. انا اقول انه بن محمد ينجم يكون اساسي قبل معلول وحديدي النجم يكون ينجم يكون اساسي انا عجبت به برشا سناء وعلاش لا ينجم يكون اساسي على اليمين على اليمين هذاك البوست اللي فما كشريدة النجاز مفلوسي نتصور هذو من الاقرب ولا انا كشي دريت وتضربته ان شاء الله لبس انا اقول اليوم هجوميا كشريدة ايتان بلوس ما تنجمش تستغنى عليه. حكيت شويه مع المدرب وحكيت حتى شويه مع ليتار تاع نجم مازالوا يعتبروا انه كشريدة دفاعيا ماهوش 100% انا اعتبرت دور الاولاني باش نلعب ضد مالي وانغولا وموريتانيا لازم نهزهم لاعبين هجوميين هذاك علاش نعتبروا بن محمد وكشريدة سي لي دو في الاكس شكون في الاكس نجم نقول اللي قد تكون مفاجاه مع بتاتر مع وجود شمس الدين ذويد اللي يخرج قاعد من موسم من مواسم محترم ويبدو لي ان ديلان برون اذا كان باش يلعب في الاكس يبدو لي انه توجه حسب معلومات اللي فهمتها اكيد شويه مع جيريس باش يكون في الاكس ينجم يكون ثنائي ليه بن مصطفى عاد الجارديان ليه بن مصطفى الجارديان وباش تكون الكان نتاعو لانه باش يكون هو الاساسي يعرف روحه من الاول باش يكون اساسي ان شاء الله ان شاء الله الضربه نتاعو تتعدى. عندي لي كويز تفضل لي كويز انا عندي كويز كويز في الرفماق على المبشرون بالجنة في رمضان والصحابة وكل مذيع مبشرون بالكورة أحسن لاعب تونسي توا هذا كويز في البطولة ولا في العالم تونسي اون جينيرال يظهر لي واضح وهبي الخزري أحسن لاعب تونسي في التاريخ نفاجئك صادق ساسي عطوق اللي لعبوا ضده الكل ويقعد إشاك كبير بالنسبة لي أنه ما لعبش كأس العالم 78 لكن كان جارديان إكسيبسيونيل لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في راس شوات أقرب لاعب ليك شخصيا أنا ليه ما نقولش عليه ما نقولش عليه خاطر كي مش نقول لك باش نولي كي نحكي عليه نهار آخر باش يقولوا لي هذا ماهوش موضوعي في تحليله دونك ما صعبك مراد ما نقول عليك اقرب شخصيه رياضيه اقرب شخصيه رياضيه ليا
ما باش نقول ناس اللي مشات ما عادش موجوده على الساحه. باه انا مثلا نحكي معز دريس صديقي برشا احسن مدرب تونسي في التاريخ ولا توا؟ توا. باه الاجابه سهله، كان باش نقول لك معين شعباني، لكن باش نفاجئك نقول لك منتصر لوحيش. احسن ماتش علقت عليه سيدي، احسن ماتش علقت عليه كان نهائي الالعاب الاولمبيه عام 2000 بين الكاميرون والبرازيل. قايل فريق تاع البرازيل كان رونالدينيو. وقتها كان الجولدن جول، الهدف الذهبي. الكاميرون تكمل الحصص الاضافيه ب10 ملاعبين، الماتش شوفه 1-1. في وسط الحصص الاضافيه الكاميرون تاخذ ورقه حمراء اخرى، دونك الحصص الاضافيه البرازيل تلعب 11-9 وموديست مبامي اللاعب الكاميروني يسجل الهدف الذهبي والكاميرون تفوز بالميدالية الذهبية في العاب أستراليا. هذيك أقوى مباراة قعدت لي في مخي. حاجة فيك ما تعجبكش؟ حتى الشهر التالي كان جورمانديز، كنت ناكل عندي برشا، عندي كيلوات زايدين مازالوا موجودين، أما عملنا خطة تصليح خلت تكون أصلح من المشاريع. حاجة تحلمت منها صغير عوافتها تو؟ والله والحمد لله ما تحرمت من شيء. الحاجة اللي محروم منها تو شوية لأنه ما هوش معايا في نفس البلاد هي وجود بناتي معايا، وهذيك هذيك حاجه صعيبه الكل اب نتصور اللي ولاد ولا بنات وبغانا يستروا بعد زوج بنات ما مش معايا في كل وقت. وهذيك احسن لاعب في العالم توا شو نقول لك؟ ميسي. نجم نقول ميسي على السيزون، على السيزون اللي عمل. احسن مدرب في العالم. احسن مدرب في العالم مالغري تو زين زيدان. القدوة متاعك؟ القدوة متاعي والله هذا سؤال برشا ما سمعتوش. جدي الله يرحمه. الله يرحمه. في حق شكون غلطت مرات؟ فما ناس غلطت في حقهم مش برشا، سؤال دي ما نتصورش راح يظلمت برشا ناس. بتاتر في حق أصدقاء الطفولة، لانه البعد الجغرافي والخدمه بعدتني على ناس كانوا معايا كنا صغار. وفي اقوى سؤال تسالك في انترفيو؟ والله هذا من اقوى سؤالات في حق شكون غلط، هذا كان من 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 اقوى السؤالات. لا سؤالات وقتها بلوتو على تونس، معنا اللي خارج من الاطار الرياضي البحت، شنو تتمنى لتونس وكل الامور هذيك. اخر سؤال، انت جاي خامت قلت لها شنو يسالني ولا استنست؟ لا استنست، وانت عاد عندي علاقه بيك، دونك قلت نعرف اسلام مهما كانت الظروف. برشا اسئله ماهوش باش يزرق لي ياسر. برشا اسئله يا سيدي، انا على ذمتك تحب نعاودو. لازمنا برشا حساس. لا برشا حساس. فما ناس عندها ما تقول يعطيك الصحه يا سيدي، نوعدك نرجع وقت اللي تحب. شكرا ليك، يعطيك الصحه. شكرا على شكرا على الاستضافه. شكرا احمد بالخوجه في الاخراج. شاي طيبه نسكن. شاي طيبه.